نشكر جميع من ساهم من رئيس الجمهورية حتى الآخر مسؤول باش يبرزوا رياضة الملاكمة النسوية، والحمد لله كما كان الحال الملاكمة النسوية حاضرة، وإن شاء الله نحتفظوا عديد من ميداليات الذهب. النزال ما كان سهل، وين النزال كان تكتيكي جد عالي، كان تكتيك جد عالي، ولكن الحمد لله قدرنا نتفوقوا فارق كبير، والحمد لله نشكر الجمهور اللي راهو حاضر بقوة، اللي راهي بالك أنا شخصيا راهو يساند فيا من البداية، نحييه ونشكره. ثانيا حبيت نشكر جميع، أولا نوجه رسالة بالك خليها بالك نجيب الميداي نهضر هضره وخير من نجيب الميداي ان شاء الله نجيب الميداي ان شاء الله يا ربي. نشكر كل واحد راه يساهم في انجاح هذه الدوره اللي تبين صوره جيده للجزائر، ان شاء الله يا ربي نبقاو في المستوى العالي، ومن بعد ان شاء الله نخمو الميداليه الاولمبيه.